صوته عالي فوق عقلي وترتيباتي. يوم المقابلة فكرني بأول شغل في حياتي. مهندسين كتير جدعان وبيسعوا للوظيفة، خبرتهم في الحياة مفيش زي الورقة النظيفة. آخر سي في في إيدي باسم نور عبد الكريم، ورقة مذكرات من نص وقعت بتاريخ قديم. نور كان الكبير على بنتين اتنين، بالمسؤولية عمره ما اشتكى طول السنين. صحابه دايما بيلوموا وضغوط كتير عليه، يا ابني هتعمل ايه بالعلم وبالدراسة هتبقى ايه؟ سؤال عارف إجابته في عمره في يوم محيره. أمه دايما في ظهره بتسنده وتصبره، بس فجأة مرض أبوه بقى ياكل فيه ويكسره. لازم الحق إخواته وبيته قبل ما يخسره. نزل ورشة أبوه وقال للناس حنسى العلام، شهور واتقال عليه قسطة زي أبوه تمام. بالسر كان بيذاكر والدكاترة قدروه، عرفوا ظروفه ومشاكله في الغياب استحملوه. يوم ما استلم الشهادة كان طاير فوق السما، مهندس ميكانيكا قد الدنيا. إنما خبر وفاة أبوه كان رصاص هتقتله، كتر الهموم من صغره قدرت يومها تصبره. الورقة قلبتها وفي عقلي بقول ده مش هيقع، وللوظيفة خلاص اخترته لأنه جدع. لانا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عرف، دي الدنيا بتمشي عشان احنا في نفس الصف. انا بسبق بتحدى ظروف انت ما بتعيشهاش، ودور هو لا يمكن يوم يكمل غير بدور هي. معاد المقابلة جه متحمس ان اشوفه، اسمع منه اكتر عن حياته احلامه وظروفه. بس المفاجأة كانت ان نور ما طلعش راجل، في بنت قدامي بتقول لي اهلا، ما بقتش فاهم. سألت باستغراب اسمك نور عبد الكريم، ردت عليا بابتسامة اهلا وانت مين؟ سألت تاني ليك اخوات، ردت ايوة بنات وانا المسؤول عنهم من يوم ما ابويا مات. اتصدمت من الاجابة، نفس كلام السطور، وجوه عقلي الف صوت بيقول لي مش معقول. ازاي كانت في ورشة؟ ازاي كانت سند؟ ازاي كانت رجولة؟ دي بنت اصلا مش ولد. ازاي عمال الرجاله يقولوا ليها يا ريصة؟ ازاي هقول اخترت ست اخترت مهندسة؟ جوايا صوت بينكر السؤال قبل الاجابة، بينكر التردد وبيأمر بالاستجابة. لصوت العدل فيا ويفكرني باختياري، عشان قدامي بنت يبقى هغير قراري. عيب وعار عليا وليها لازم اعتذر، ازاي ما بين افكار مريضة قديمة بتأسر. عقلت وديت لنور ورقة مذكراتها، قلت لها اني عارف كتير قوي عن حياتها. مبروك عليك الشغل ومتأكد هتنجحي، واتمنى نكون صفحة حياتك فيها تفرحي. لانا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عرف، دي الدنيا بتمشي عشان احنا في نفس الصف. انا بسبق بتحدى ظروف انت ما بتعيشهاش، ودور هو لا يمكن يوم يكمل غير بدور هي. Thank you.